كيف هو حالك مع القرآن؟ وكم ختمة لابد أن تختم الآن؟ بل أنت كم تختم في الشهر أساسا؟ لا تكن بعيدا عن القرآن، كم نقرأ في الشبكة، الجرائد، والمجلات؟ كم مرة تتفقد بريدك الإلكتروني ورسائلك الفورية في جوالك؟ كم يذهب من وقتك مع أجهزتك؟ ماذا عن القرآن؟ القرآن، الصلاة، الصيام، إذا لم نتعامل معها بعد بجدية فمتى؟ إذا لم نستمتع بديننا والقرآن في شبابنا فمتى؟ اقرأ متى استطعت وبأكبر قدر تطيقه، في الآيفون أو في مصحفك بالحقيبة، في مشاوير السيارة الطويلة، لا تستهن بهذا الوقت، ولو 10 دقائق قبل النوم كل يوم، كم ستنهي؟ لو وضعتها هدفا ستحققها بإذنه، ومن يوفقه الله عز وجل فهو الموفق.